من اليمن نستأنفون الشتنة أين شن المسلحون الحوثيون قصفا بصواريخ كاتيوشا على أحياء سكنية في مدينة تعز جنوبي اليمن أسفر عن مقتل 11 شخصا من بينهم 4 أطفال وإصابة 22 آخرين بجراح وفق ما أعلنه مصدر عسكري يمني. وأعلن المصدر اندلاع معارك الليلة الماضية في معظم الجبهات على أطراف تعز بين قوات المقاومة الشعبية من جهة والحوثيين وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة ثانية. وتشهد تعز وضعا صحيا متدهورا نتيجة شح الأدوية بسبب الحصار المفروض عليها من قبل الحوثيين.